بسم الله الرحمن الرحيم. لأشكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر النونية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا سائل من جمعة سحيم، يقول: شيخنا الحبيب، ما حكم هز الرأس بين التسليمتين في الصلاة؟ أفيدنا جزاكم الله خير. والجواب: بحمد الله وتوفيقه، يفعله هذا كثير من الناس حتى من طلبة العلم، ولا دليل عليه ولا دليل على ذلك، وإنما هو من فعل العوام ومن فعل طلبة العلم الذين قصر علمهم وفهمهم. وإنما السنة أن يلتفت المصلي عند التسليم عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليهز رأسه، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يهز رأسه. والحمد لله رب العالمين. إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف، تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.